اجتازت بلادنا مختلف الشدائد والأزمات التي ألمت بها عبر تاريخها، وحتما ستخرج من أزمتها الراهنة أكثر قوة وصلابة، وذلك بفضل اللحمة الوثيقة التي لا انفصام لها بين الشعب وجيشه، والتي تضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، لتظل الجزائر شامخة كما عهدناها، وتظل رايتها رمزا وطنيا مقدسا من رموز ثورتنا المظفرة، ومكسب شعبي وانتزاع بضريب الدم لعيش شعبنا موحدا منسجما في كنف هذا العلم الوطني، وتحت لوائه عالم لا يتغير بتغيير الظروف ولا يتأثر بتقلب الأحوال، علم سيبقى خالدا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ووفاء لشهداء الأبرار الذين ارتووا أديم هذه الأرض الطاهرة بدمائهم الزاكية.